السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جينا باش نصوروا لكم بعد الأمطار غزيرة اللي نزلت خاص الشو، نزول أمطار غزيرة وهالفيضان. ها إذا كما كتشوفوا معنا أمطار غزيرة خاص الشو، أجواء ممتعة اللهم بارك. إذن حاولنا باش نكتشفوا لكم أجواء بعد الأمطار غزيرة. هانتوما أخوتي حاليا أول مرة تشوفون أجواء ممتعة، أجواء رائعة. سلام، كتعرفي بيزاف؟ كتعرفيه؟ لا مع الأسف. أي هاي هاي هاي، تبارك الله تبارك الله. شوف أخوتي أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا، شفشاون نزول امطار غزيره اللهم بارك. ايوا بزاف هذه هي قعيتو، نزل الشتاء يخرج بحال البابوش. وفي نفس الوقت غادي نشاركوا معكم مزيد كما كتشوفوا هذا الواد اللهم بارك، واد ديال راس الماء، جاب السيول، جاب الفيضان اللهم بارك. ونتمنى الاعجاب ديالكم والبارطاج ديالكم اخوتي. إذن رائع جدا تبارك الله. إذن واد مكان ممتع، مكان رائع جدا، أجمل مكان شفته في حياتي. معكم أخوتي بعد الأمطار غزيرة وفيضان يشفشون اللهم بارك. شوفوا تبارك الله، وهنا واد اللي كتشوفوا هنا واد، واد تبارك الله، وامطار غزيره نزلت شو ازيد اكثر من 3 سوايع ديال امطار غزيره، 3 سوايع ديال امطار غزيره نزول خاص في هذه المدينه الزرقاء، مدينه رائعه جدا ديال شفشاون. دير حاليا فوق القنطره كما كتشوفوا اللهم بارك، امطار غزيره شفشاون اليوم الخميس 13 شهر 12 2023. ايوا هانتوما كما كتشوفوا معنا، اذا حنا كنكتشفوا لكم اجواء ديال امطار غزيره. اذا سبحان الله كان البارح الماء قليل جدا، دابا الماء مجهدي. ما هو السبب؟ السبب الامطار غزيره اللي نزلت. اذا وفي نفس الوقت الطراب ديال هنا نقيه كتجيب هاد الامطار غزيره نقيه، هذا السيول، هذا هما ديال الشتاء، الماء ديال الشتاء، فيضان ديال الشتاء كما كتشوفوا اللهم بارك. ونتمنى البارطاج ديالكم اخوتي، اشتركوا في القناه ديالي وساعدونا باش نوصلوا 100000 مشترك في القناه ديالي. وما تنساو تزورونا في القناه الاولى نفس اسمية القناة بالفرنسية، أزيد أكثر من 277K. ونتمنى إن شاء الله نوصلوا 1,000,000 مشترك، هذا هو الهدف والحلم ديال بيزاف، هو يوصل 1,000,000 مشترك. وفي نفس الوقت علاش لا نوصلوا 100K في هذه القناة، ويجي الدرع من جديد إن شاء الله بحول الله. إذن بعد الأمطار غزيرة أجواء ممتعة، أدوات دابا على حسب، ربما نزلت الشتاء بزاف غادي تشوفوا السيول ديال بصح. إذا الصوت ديال الواد كاين كما كتسمعوا، كان الصوت ديال البارح عادي جدا، اليوم الصوت مجهد، السبب أمطار غزيرة اللي نزلت خاص شاون اليوم. اليوم الأربعاء نزلت عاصفة رعدية في طنجة وفي شاون وطيطوان، ما سمعت بأنه طنجة فيها عاصفة رعدية اليوم، تطوان فيها الشتاء، شفشاون كما كتشاهدوها فيها الشتاء اللهم بارك. والمزيد ديال الفيديوهات ديال السيول بالجودة غتلقاوهم في القناة ديالي أحمد بيزاف بالفرنسية. الجودة ديال السيول، أمطار غزيرة والفيضانات اللهم بارك. هذاك هو بيزاف دخل تما. شوفوا تبارك الله
واو السيول ديال بصح، عاصفة رعدية نزلات قبيلة. لاباس كتعرف بزاف؟ لا. وعلاش ممكن تتفرج فيه؟ علاش؟ هانتوما خوتي، خليونا نضحكوا معاكم واحد شوية. وبزاف فرحان بهاد الأمطار غزيرة اللي نزلت، شفتو؟ هانتوما كيما كتشوفوا الواد، اللهم يبارك. بزاف غير شوف شي وحده صافي بدات تنفخ لي الكبده ديالو، كتنفخ لي الكبده دابا، يشوف المكان حساس بدا يتنفخ لي الكبده ديالو، الكبده ديالو كتنفخ ليه. اش غادي نقول لكم ما هو السبب؟ السبب البليه باش نكونوا واضحين، البليه بزاف خصو الدواء، خصو يداوى. دابا ملي غيداوى بزاف ما بقاش يحس بداكشي، خصو نيت شي وحده نيت واعره، شي وحده واعره وتفوت معاه واحد المده يلاه يداوى. باش نوضح لكم راه بزاف انت شي وحده ما بغاتو، عندكم تشوفوا هادشي ديال الشهره راه والو، تا وحده ما بغاتو والله، تا وحده ما مسوقه لي مسكين، واش غدير؟ هذاك الشيء راه الزهر. ايوا اش غادي نقول لكم باقي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا يلا 7 دقائق خصنا نكملوا 8 دقائق باش نديروا بعض الاشهارات خاص في هاد الفيديو، نصوروا واحد شويه باش نخلصوا الواي فاي ونخلصوا المصاريف. واحد شويه، اللهم واحد شويه ولا كاع والو. بعد الناس دابا كيقولوا اليوتيوب فيها الفلوس، دابا نعطيكم مثلا اليوتيوب واش فيها الفلوس، دابا بحال الحوانت، هادي حانوت كلهم غادي يصوروا الفلوس؟ لا، قليل اللي كيصور الفلوس، كاين اللي كيصور الفلوس، كاين اللي كيصورها واحد شويه، كاين اللي كيخلص الكرا بيه، يلا كيخلص الكرا، كل واحد هو، اذا من الفوق كل قناه ورزقها، هادشي اللي كاين، هذاك الارزاق. ماشي كلشي القنوات كيربحوا الفلوس، كاين اللي كيربح شويه، كاين اللي ما كيربح والو، كاين اللي كيربح مزيان، كل واحد هو. ايوا الارزاق ديال الله سبحانه وتعالى. اذا هادشي اللي كاين اخوتي، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، اي حاجه جديده على امطار غزيره خاص شفشاون غادي نشاركوها معكم ان شاء الله بحول الله. تحياتي شفشاون المغرب.